انا بقدم البرنامج مع زميلتي اجواء. بنقدم برنامج فرايتي شو، فبرنامج تشكيلي فيه كثير من التالنتس اللي موجوده يعني المبدعين اللي حقتهم معروض جدا حلو. البرنامج هذا اللي اليوم احنا والعرض اللي احنا اليوم حنسويه حيكون مره كل شهر ان شاء الله من الان الى نهايه الاكسبو. وفي عندنا كمان برنامج ثاني انا حكون جزء منه، حكون برنامج عائلي حيكون مرتين في الشهر. هي اللي انا شغال عليها ثلاثة برامج. والله اقدر اقول لك الرساله اللي هم اللي انا اخذتها من الموضوع بالنسبه لي انا كسعودي بيشتغل في المجال الفني، اعطونا فرصه ان احنا نعطي مواهبنا ونوري مواهبنا للعالم كله. ما شاء الله تبارك الله الفعاليه هنا تجمع ناس من كل طوائف العالم، وهذه فرصه جدا جيده انه انا كسعودي وزميلاتي وزملائي اللي موجودين معايا ورا هناك كل واحد مننا يعرض فنه بطريقه مره حلوه. فبنعرض هنا كوميدي بالنسبه لي انا، بعرض تحريك دمى، بنسوي يعني بنساعد الباقيين انهم يبينوا عروضهم في افضل شكل. ونحن بنوري الناس انه احنا عندنا كوادر اللي هي تقدر تجاري العالم كله. بنقدم اليوم عود وبيت بوكس. طبعا معنا من البيت بوكس ارتست ري هندي. احنا بنقدم اليوم بنسوي مزج ما بين البيت بوكس طبعا معروف والآلة العود الشرقية البحتة، يعني هو صاير مزيج يعني بينهم. بنقدم فقرة ان شاء الله انها تكون طيبة ان شاء الله. وحب في الحالة هذه اني اشكر الجناح السعودي اللي اتاح لنا الفرصة ان اشارك، والأمانة تنظيم يعني اكثر من رائع صراحة.